آسف، أنا آسف. لو الزعل وارد ولو العتب موجود ولو الخطأ منك ولا الخطأ مني، يلا تعال قول آسف. أنا آسف. ما ينقفل باب التفاؤل ولا من إحساسكم حسيت والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير جميعا في برنامج حياتك عبر قناة شاشة بداية، وتحديدا في فقرة زوارة يوم الاثنين وفي ثالث حلقاتنا. مساكم الله بالخير جميعا يا شباب. يا شباب مساكم الله بالخير. يا مرحبا جميعا، عساكم بخير. يا مرحبا، يا بشروني عنكم. الله يطول عماركم، ان شاء الله كلكم مكتملين وموجودين. مرحبا مرحبا بك المميز. الله يبقيك ويطول عمرك يا ابو منصور والجميع بلا استثناء. اليوم بس عندنا بس تنويه بسيط، عباره عن الزوار اللي يجونا اذا حصل ان شاء الله لقوا، ونتمنى ذلك وان شاء الله انكم تقابلونهم يعني في الايام القادمه جميعها. اذا حصل تنتظر في محلك ويجونك، ما في حاجه انك تطلع برا وتروح لهم. هذا النظام اللي عندنا اليوم، واتمنى يعني طلبا وليس امرا انكم تنفذونه. اليوم متسابقنا جميل متألق ونيس، وانا عني انا يا محمد من اشد المتابعين له، عرفته وتابعه دائما. اتمنى من ساير يتوجه الى غرفه العزف. ساير ساير وين ساير؟ الحين يجيك يا محمد. يا يلا ننتظر ننتظر، ما في مشكله. ابو فلاح يا مرحبا. والله فقرتك انها عبر من البرايم، تقول صدق. الله يطول، تحرك المشاعر وتحرك كل شيء. الله يطول عمرك. انا اسمع صوتك ولا شفت وجهك، لكن اتمنى الشباب يحطون الصوره عليك اشوفك. ناصر القمي. نعم ونعم يا ناصر، يا مرحبا. ليه يا ناصر؟ يا اخي تحرك المشاعر وتحرك كل الشباب، شو اقول لك؟ ايش في سايرز؟ ساير ساير يا شباب. دخل حطوا لي صورة عليهم، انا ابي اشوف مساك الله بالخير يا ساير. ساير ساير رد رد يا محمد. بنطلع يا حبيبي. يا ساير ساير رد. هلا شلونك طال عمرك؟ خلاص الحمد لله. قفل اسرارك. هذا واجب يا ابو هد. ساير تسمعني؟ نشوفهم باذن الله. اي اسمعك. شلونك طال عمرك؟ عساك طيب؟ الحمد لله. بعيد عن الفقره، انا نزلت اوراقي كلها، ايش في خاطرك يا ساير؟ والله خاطري انكم غدرتوا بي والله. افا اي نعم. الله يجيب الغدر، ليه؟ انا بطل عندي شغل. ليش كذا يا اخي؟ وش فيك يا ساير؟ عندك شغل وين؟ عندي شغل برا، عندي معهد، عندي جامعة، بخلص اموري. طيب ليش تسوون بالحركة ذي؟ اي حركة؟ انا قايل لهالي ما ابي اشوفكم هنا ابد، ولا بيصير مثل ما صار بالعساف. يا ساير يا بعد راسي، اول شيء مساك الله بالخير وريح، والضيوف هذول ضيوفك انت ولا هم ضيوفي انا، وجايين عشانك انت. والشيء الثاني، انت تقول عندك طلعه او انك بتطلع، ما في مشكله يعني، اذا ما شفتهم اليوم تقدر تطلع بكره، وابرك الحزات انك تطلع بكره وتقابلهم بعد. واتوقع اهلك من اهل الرياضه يعني، جاي من قريب، غيرك اللي جاء من القصيم وغيرك وغيرك. وانا قد قلت للشباب كلهم اللي ما يبي يطلع في فقره يعلمنا من بدري. انا كلمتهم بالمطبخ وقلت قلت يا جماعه ما ابغى اشوف اهلي هنا. لا لا لا، ابغى اشوف اهلي. انا اشوف انهم جو براده، تكون المفروض انك رايح للاعداد وكلهم عشان ما تحرجني ولا تحرج نفسك. يلا اسلم، نتوكل على الله. راح. طيب ابي ابتسامتك الزينه اليوم. انا يا اخي اتابع ابتساماتك كلها. والله للاسف ما اقدر والله. لا لا بتبتسم ان شاء الله اليوم، ما تدري يمكن تقابلهم يا ساير. ان شاء الله ان شاء الله انك بتقابلهم. انت تعبان يا ساير اليوم ولا فيك شيء؟ لا الحمد لله ما في. امورك طيبه كلها؟ الحمد لله. نبدا يا ساير، خليني اعلمك بالضيوف ممكن تغير نفسيتك شوي. ساير طالبك ان تبتسم طلبه. ها وش تبي بعد؟ ابتسم. اي اهدى من كذا، بس هذا اللي نبي.
والله ابتسامتك اجمل يا سعد. عمري انت الله يسعدك. يا مرحبا يا مرحبا. الضيوف اليوم معنا ثلاثة ضيوف اللي هم موجودين في الاستديو واثنين في الغرفة ما طلعوا. ايه. بعلمك باللي موجود في الاستديو ولا نحط الكاميرا عليهم؟ لا ولا احط الكاميرا. هلا هلا. ها احد يشوف الثلاثة ذول ويزعل يا ساير؟ ها اسمعوا يقولوا لك اضحك تركي يقول لك اضحك. عبد العزيز انت تركي اسال الله ان يشفي ابوك يا عبد العزيز. امين 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 يشفيه ان شاء الله. تعرفنا عليهم ساير من اليمين. هذا كريم اخوي. ارحب السلام عليكم. وهذا تركي اخوي. ونعم. وهذا ولد الغالي. الله يشفيه. ساير القوة ناخذها منك يا ساير. الله يشفيه يا ساير وإن شاء الله أنك فال خير عليه من الكثير من المشاهدين يدعون له في هذا الوقت. ادع له يا ساير ادع له. حبيبي عبد العزيز ساير. نبدأ يا ساير الأسئلة. يلا السؤال الأول، كم كانت خدمة والدك في العسكرية يا ساير؟ ساير خذ راحتك وأبيك تركز معي لأني أنا اليوم بالذات ودي أشد من الأيام اللي راحت أنك تقابلها. لا لا أبيك تريح ساير. دموعك غالية علي أنا خصيصا يعني، ولا أتمنى إلا أشوفك تضحك. لا تخليهم يقولون يوم جاء محمد فلاح ساير ما ضحك. هاي ساير. محمد أنت غالي يا حبيبي. الله يطول عمرك. والدي كان يسولف أنها كانت تقريبا 46 سنة كانت خدمة والدك في العسكرية. نعم. كلام أخير يا ساير؟ نعم. نعتمد الإجابة ونشوف الإجابة على شافي أنا وياك يا ساير. إجابة خاطئة يا ساير وأعتذر منك، والفرصة قدامك ولا تخلي الإجابة هذه تعكر مزاجك لأني أبيك تركز والأسئلة معنا بعد في وقت. هد هد يا ساير هد. نبدأ يا ساير السؤال الثاني. متى توفى والدك يا ساير؟ عام كم؟ توفى والدي هجري ميلادي بعتبرها صح. عطني إجابة بس. 26/4 عام 1438. أجين الإجابة يا ساير. 26/4 نشوف الإجابة على الكنترول. عام 1438. 26/4/1438 يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء. شوف الإجابة على الشاشة. حبيبي تركي إجابة صحيحة يا سامي. هذا التاريخ اللي مستحيل أنساه. الله يرحمه. الوحيد اللي أنا مستحيل أنساه. الله يوفق الله يسهل. كم عمر الوالدة يا ساير؟ هذا السؤال الثالث. الوالدة 55 لأن أبوي 66 سنة. طيب بذكر الوالد الله يطول عمره بعيد عن الأسئلة، من المواقف اللي ما ينساها ساير مع الوالد رحمة الله عليه. الوالد تعطينا موقف يا ساير. ساير يا بعد راسي الله يرحمه يسكن الجنة. ساير أنا والله ما ودي إنك تعثر ولا تكون في الحالة هذا. حبيبي محمد أبوي كله مو واقف والله، أغلب وقتي كان معه. موقف الوحيد اللي كنت أتذكره يوم كنت في المسجد تأخرت عن الصلاة ناداني وضربني قدام الجماعة. هذا الموقف اللي أنا أذكره. ولا هو بعيب يا ساير. فعلا ما هو بعيب. ما هو بعيب. والله يرحمه يسكن الجنة. ونرجع للسؤال الثالث يا ساير، وكم عمر الوالدة؟ 55. إجابة صحيحة يا ساير. ساير إيه يا ساير إيه بس يا سلام يا سلام يا سلام ساير يا ساير. هلا ابتسم يا ساير. شوف الشباب كيف متفاعلين. شوف تركي السؤال الرابع يا ساير. ساير
سائر تركي موجود. اي والله شوف تركي ما يتاثر يا سائر ان شاء الله عليه الله يخليه ويصلح. سائر ايوه نسم تركي خلنا نسولف عن تركي. يسمعك الحين قد زعلت تركي يا سائر؟ انا والله سالته خلف الكواليس وما قال ما جاء منه الا الخير. لا تركي مدلل عند ابوي الله يغفر له ومدلل عند الجميع، لكن يهمني نجاحه في المدرسة. يعني ساير يقول تركي يا تركي ترى أكبر نجاح لي هو نجاحك في المدرسة. فعلا عقبال ما نشوفها في الجامعة نشوفها في أفضل المراتب. نصيحة للي في أعمار تركي والتركي يا ساير. أول شيء انتبهوا لوالديك، ثاني شيء الدراسة والصلاة قبل كل شيء. حبيبي تركي لا همت يا سائر خلق سامة يوميا على كذا. ها اسمع سائر لا تبكي يا سائر لا تسولف يا تركي ابشر ابشر سائر. نروح السؤال الرابع يا سائر. ها نروح السؤال الرابع سائر. انت اليوم متأثر جدا متأثر، في سبب؟ والله ما في يعني سبب. من قبل الفقرة وانت متأثر يا سائر؟ لاني كنت حاس. كنت حاس انهم بيجون؟ اي لان باين. أنت جيت سألت اليوم أصلاً صح ولا لا؟ أنا ما سألت على الزوارة إلا متأخر بعد ما لاحظت أن الإدارة حريصة أني أجلس. مشتاق لهم يا سائر؟ والله بالحيل. يعني هذا سبب تأثر ما في أي موضوع ثاني؟ نهائياً. روح سؤال رابع. على بركة الله. عام كم ولد عبد العزيز ولد أخوك بدر ميلادي أو هجري؟ عام كم ولد عبد العزيز ولد أخوك بدر بالميلادي أو بالهجري؟ روق يا ساير، أتوقع أن السؤال سهل جدا. عام كم ولد عبد العزيز ولد أخوك بدر؟ والله يا عبد العزيز ودي والله عارف متى ولدت، لكن لازم اخذ اجابه يا سائر. خمن اذا انت يعني حاول تشوف الرقم القريب. عام 1400 يمكن 21 بالميلادي بالهجري. ممكن يكون احسن لك بالميلادي او اسهل لك. عام كم ولد عبد العزيز ولد اخوك بدر بالميلادي او الهجري؟ وش تدرس يا عبد العزيز؟ الظاهر ثالث متوسط، الظاهر ما خاب ظني. معك الوقت يا ساير واحسب وخذ راحتك. حبيبي عزوز احسب يا ساير لان الوقت معك، استغل الوقت. ما عاد فيني حيل حسب. والله انت راعي الحاجة. لكن 15 عمره 15 سنة. طيب عام كم ولد عبد العزيز ولد اخوك بدر بالميلادي؟ الوقت معك واحسب يا سعيد. اسمع حط لي الشاشه عليه مره ثانيه. الشاشه بيد الكنترول والله ما ادري يحطوا لك ولا ما يحطوا لك. يمكن عام 1424. طيب يا سائر انا عندي طلب بس للشباب، والطلب هذا شكلي بطلبه دائم يا شباب عشان ما توترونا، هذا لمصلحه سائر. اتمنى انكم تلتزمون بالهدوء بس. نشوف الإجابة. إيش توقع يا سائر؟ توقع أنها إجابة صحيحة ولا خاطئة؟ والله شوف عبد العزيز في السنوات الأخيرة كان
يعني يدرس خارج الرياض. طيب. فما كنت يعني مرتبط فيه. طيب توقعت. ويوم دخلت البرنامج جاء في ديت راسه. طيب. توقعاتي صحيحة إن شاء الله. شوف أنا صحيح ما تحس إنك استعجلت بالجواب؟ الله ما أدري بس راح. يعني أنا أشوف إن معك الفرصة قبل شوي إنك تحسب أكثر ولا حسبت. متكيس السائر. لا والله مالي خلق يا أخوك أحسب. مالك خلق تحسب؟ أي والله. شوف الإجابة. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. سائر يا سائر. سائر يا سائر. سائر يا سائر. أنا سائر يا سائر. وسائر يا سائر. واحدة واحدة واحدة. الله. سائر وش تقول لأخوياك اللي متحمسين ومتفاعلين؟ أقول الله لا يحرمني منهم. والله العظيم. أقسم بالله أنهم يعني يستاهلوا غاليين بشكل ما تتصور. هل العلاقة هذه خلني أسأل أنا عاد أنا ودي أسأل وأسولف أنا وياك اليوم، العلاقة هذه تتوقع أنها يعني بحكم أني أنا وياكم كلنا من برامج الواقع، هل تتوقع أن العلاقة هذه تبقى بعد البرنامج؟ والله معهم جميعا؟ كلهم عينين في راس، أخوياي اللي يشوفهم الآن هم أخوياي اللي بعد البرنامج. الله لا يفرقكم ويستاهلوا. نروح للسؤال الخامس يا ابو نهار. متى توظفت اختك ام نايف؟ معك الوقت يا سائر وهد، وانت الحين يعني ما شاء الله عليك جباتك ثلاثة صحيحة وواحدة خاطئة. والله ماجد غالي عندي لكن ما أدري والله متى توظفت. كيف يا سائر؟ وش تقول؟ ما سمعتك أنا. متى توظفت أختك أم نايف؟ خلني أشوف تركي يمكن يعرف هو لك قريب. الإجابة لازم تكون منك يا سائر. بس يمكن ابتسامة تركي تخليني أعرف الإجابة. أعطونا ابتسامة. أعطونا تركي. وين تركي؟ تركي وين؟ مو مبتسم شكله. كريم أجل. ها. لا. ها. تمام. إيه هذه عينك عينك ولا؟ الله لا يحرمني منه. حبيبي تركي. طيب ساير انا عندي سؤال. لا. اذا الاجابه خاطئه نحرمك مقابل اهلك عشان الخطا اللي صار يعني غششك وخطا. شوف شوف انت كريم وانا استاهل. انا مو ثاني شيء اسمع قل له الله لو انها عندي غدرت فيني يا الاداره اسمع عذرا على اللفظ غدرت ان شاء الله ما حد يغادر فيك. هم مهتمين هم مهتمين في بدايه راسهم كلهم بس انا برضو ما ابغى احط في الموقف ذا قايل لهم بطبخ انا ما قلت لهم يا سعد والله اني في المطبخ في المطبخ وقصدي في المطبخ بس نعم وانا اطبخ قال لي عبد العزيز تقريبا عز قال لي تتمنى هالك يجون قلت لا 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 طيب. تعرف ابو يارا تعرف ناصر حربي تعرف المسؤولين هذول اللي تقابلهم وتعلم والله يا صهويمل والله نعم هذول هم اللي تجيهم وتعلم ممكن نعم ما شافوك في المطبخ ممكن صار شيء ما تدري الله يوفقهم وش جوابك يا سائر عشان ما نروح بعيد بس والله انا شوف انا اختي تقريبا مثل ما يعني عندي حس انها كانت من مؤسسين المكان اللي كانت فيها هي اصلا ما شاء الله تبارك الله لها 8 سنوات تقريبا طيب انا ابي العام العام متى توظفت اختك ام نايف بالضبط بالعام تبي ميلادي تبي هجري وانا افضل هجري احسب يا شباب لا توترون خويكم بعض الاحيان ممكن انه يجاوب خطا والمسؤوليه عليكم ممكن يا الربع لو سمحتوا متى توظفت اختك ام نايف يا سعد الوقت معك احنا في عام 1439 ولا ما أدري
ها يا سائر. خلى على 31. إجابة نهائية؟ طيب على ما نشوف الكنترول الجواب، هل تشوف، أنا بس خليني أسأل بنياك، تشوف إن فزعة أخوياك يا سائر الحين الشباب ما شاء الله عليهم، يعني أنا مريت في نفس الموقف، ممكن إني فزعت كذا يوم، لكن ما تشوف إنها تسبب ضرر عليك وعليهم؟ ولا لا يا سائر؟ الله رب أن تعاونوا من ذلوا من ذلوا، بس الخطأ بيجي عليك يا سائر وعليهم، بيجي الخصم، ولا جاء الخصم يخصمون علي، خلنا خربان تخربان مرة. لكن أهم شيء إني أشوف أمي وكريم والشباب الموجودين إن شاء الله أنك تشوفهم، لكن أنا ودي بروح المنافسة، ودي دي ما أضرك ولا ينضرون ولا أنضر أنا، بيض الله فطلبا وليس أمرا يا شباب. أبشر خلاص يا شباب، بيض الله وجهك. طيب الجواب عند الكنترول ونشوف جواب صحيح ولا خاطئ. جواب صحيح، الحمد لله، إجابة صحيحة يا سائر. إجابة صحيحة، وهي توظفت في أواخر 1431. الله لا يحرمني لبراسك كلها واحدة واحدة واحدة. أحويلة يمه، اضحك إذا أتوقع أمي تضحك الحين إن شاء الله، بس إن شاء الله ما أنت جح بالآخر شيء تروحين. سايد ها إيه رضوك من زمان كذا، من يوم جيت أنا يوم جيت صدمت لبها الوجه يا الخيال حبيبي. طيب سايد ها عشان ما تستانس واجي، ترى باقي 3 أسئلة، باقي 3 أسئلة، 3 أسئلة هذه مصيرية، وأتمنى أنا أتمنى أنك تجاوب عليها، لكن أبيك تركز. تسلك لي؟ لا أبيك تركز، مضبوط؟ مضبوط. طيب إيش رأيك نسمع كلمة من أخوك الخير ينصحك فيها قبل 3 أسئلة هذه؟ يلا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ويا مرحبا ومساء، مساك الله بالخير يا اخوك، بالنور والسرور. كيف حالكم وش اخباركم؟ الله يسلم حبيب. الله يجعله. ساير بوصيك انك تخفف اكل، ترى وراك فروسية وراك ركض. تمام يا ساير حبيبي منهار، الله يسعدك، وسلمني بالله على الشباب كلهم واحد واحد، نبغى معنوياتكم كل يوم معنوية جديدة ومعنوية قوية، ونتمنى لكم التوفيق جميعا. لبى الله على الراس. الله يسعدكم، الله يوفقكم، ولا انت على المداخله. سائر باقي عندنا 5 أسئلة، تفضل. ابيك تركز وتشد حيلك وان شاء الله انك بتجاوبها ان شاء الله. اذا جاوبت 3 أسئلة راح تتمكن انك تقابل اللي موجودين اليوم. الله يسهل. نبدا يا سائر، توكل. السؤال السادس، كم موديل سيارة اخوك محمد؟ ها حقتي سيارتي. سيارتك؟ ايه يا الله يا سائر يا رجل، خايف اجيبها خطا، هذا مش قال الجريء. لا تجيبها صح، تجيبها صح، بس حد وتجيبها صح. كم موديل سيارة اخوك محمد؟ يمكن 2014. اي لان بينها سنة انا يوم اعطيتها سيارتي. هذه وهي سيارتك، حرام عليك يا اخو. ايش؟ هذه وهي سيارتك بعد؟ ايه متأكد من الإجابة؟ الاندفاع مرة يا سائر ممكن. ها طبعا ما هو بأخوي كريم، أخوي محمد الأصغر منه. ايه أخوك محمد. سيارتك أنت تقول سيارتك. ايه ها على العموم بينها سنة، بينها سنة يوم أشتري سيارتي الأخيرة. على العموم الكنترول عمد الإجابة ثبتها، وانا اعتذر منك يا ساير، و2014 ونشوف الكنترول ايش بيقول.
جايين محمد ترى والله إجابة صحيحة يا زاهر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا أهل يا ساير ساير يا ساير ساير يا ساير ساير يا ساير. تقدر عليها يا ساير تقدر عليها يا ساير. يا الله يا كريم يا الله يا كريم والله قسم بالله ساير. أنا أتمنى أن الابتسامة هذه تدوم لكن باقي سؤالين. أنا أشوف هي ابتسامة دائمة فهمت. أنا أبيك تشوف أنت راح أبيك تشوف الحين أنت. أنا ودي بس إني أشوف معي. أبيك تركز معي وإن شاء الله أنك بتشوفه بس أبيك تركز معي ساير سؤالين ركز وأتمنى الشباب يخلونك على راحتك وأنك تجاوبها. السؤال السابع يا ساير كم مرة اعتمرت أمك؟ ركز يا ساير تركي يعرف. أنا بيك أنت تعرف. كم مرة اعتمرت أمك يا ساير؟ والله أنا كثير أخذت بها آخر قبل ما أدخل البرنامج رحت أنا ويا عمره لكن الله يطول عمره ويخليها لك. وبي رقم كم مرة اعتمرت أمك؟ ويا شباب طلبا وليس أمرا أنا تعبت وأنا أطلبكم يا شباب لو سمحتوا. شوف يا محمد أنا ما أدري هي راحت مع أبوي الله يجعله الجنة أو لا هي أكثر عمراتها معي أنا. طيب كم مرة اعتمرت أمك؟ أعطي رقم ودتها تقريبا أنا اللي أذكره ثلاث مرات. ثلاث مرات كلام أخير يا ساير؟ نعم. متأكد؟ ساير سؤال مهم وبعتمد الإجابة أو أنها اعتمدت أوريدي بس نحن اعتمد وخلها على بركة. أنا أذكر اللي وديت أمي أنا طال عمرك أنا ما شاء الله تبارك الله ثلاث نوبات آخر نوبة قبل أدخل البرنامج قبل لا تدخل البرنامج. نعم ورحنا بعد وفاة أبوي يوم طلعت من العدة ورحت في رمضان أنا وياها بس. طيب رسالة توجهها لأمك يا ساير. الله لا يحرمني منك يا جال يومي قبل يومي سنتي وامي الاولى كلها. انا عندي ثنتين امهات وعدهن طال عمرك ثنتين امهات ساير وهن نهارك ريب. ودي تفسر لي بس يا ساير ثنتين امهات عمتك ايه؟ عمتي مرت ابوي وامي الله يطول في اعمارهم ويخليهم لك ونشوف الاجابه يا ساير على الشاشه. يا رب يا رب. يا كنترول انا اعصابي احترقت. خلنا نطلع نشوف الاجابه. ورونا الاجابه اكثر. صحيحه يا ساير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ساير تكفى الحمد لله. يلا يا ساير يلا يا ساير 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 صقري فديت راسك يا صقري ساير امري تم الحين انت مروق ومستانس. السؤال بس شوف السؤال الاخير هذا ها اللي راح يكون مصيري المصيري وانا والله خايف منك يا محمد. لا 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 لكن لا لا اسمع لا 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 اسمع 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 تعال قل لا اله الا الله لا اله الا الله ها تزال معي بيض الله وجهك خلني اشوف انا ودي ودي بيخصمون علي واطلع معها بعد بيخصمون علي وبيخصمون عليك وبيخصمون على العيال وكلنا بنطلع بلا فائده. عاد 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 هذول مع الزوداء اتفا تبي خصمون على المشاهدين شكلهم بعد يلا اسلم. اسمع يا ساير السؤال الاخير هو الفاصل يلا الله يسهل. ساير يا ساير عيونه سم ابيك تجاوب واتمنى انك تاخذ نفس عميق. جاهز يا ساير؟ حبيبي تركي يا زينك يا عمري اصير لك ثلاث اصير لك بوسه اصير لك كل شيء. الله يخليك الله يسلمك يا ساير تكفى الخير تكفى الخير يا ساير يا زينك
ساير ها يا عمري انت تكفى ترى تكفى ابشر يا تركي والله ان شاء الله لا ان شاء الله ان الله سهل جاوبته طيب ان شاء الله سافر ساير انا حتى اسمع قلت لخبط فيه من التوتر ساير قده وقدوده تسمع ايش يقول قده وقدوده لا تخيل الظن ساير يا عمري طيب قبل لا ناخذ السؤال الاخير اعطوني تركي تركي هلا شلونك يا بدر خير الحمد لله تركي كنت تسمعني شيء قبل لا ندخل ايه تسمعني يا الحين على الخشم ابشر عليه الشعر هذا هدا لاخوي سندي ساير النهار ونعم تركزوا طيب يا اخوي انا مشتاق والله مشتاق محتاج انا اشوفك ولو كان ساعة تكفون يا الربع ابو شوف اخوي تكفون عادل امشي بس عادل عليك الطريق تمشي عشت يا تركي بسم الله عليك وان شاء الله انك تشوفه يا عمري تركي ان شاء الله حبيبي تركي السؤال الثامن ساير كم يا قلبي بعد خلاص انا طال عمرك كذا ساير 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 كم الفرق بالعمر بين اخوك تركي واخوك عبد الكريم وطلبه يا ساير جواب السؤال ساير خلني اشوف وجهك يا ساير ساير كم العمر بين اخوك تركي واخوك عبد الكريم ساير السؤال ده لا يروح اخوي عبد الكريم طال عمرك عمره 30 سنة كم الفرق بالعمر بين اخوك تركي تركي يضحك يا تركي شوف كم عمرك يا زينك ساير تركي انا الحين بفكر بتركي ركز ترى سؤال واحد ولازم تركز وتهدي فيه يا الله يا كريم يا الله يا كريم والله يسهل كم الفرق بالعمر بين اخوك تركي واخوك عبد الكريم يا ساير ساير انت شكلك ما تحب تحاسب ولا تحب الرياضيات والله هي المادة الوحيدة اللي دقرت لي حاول يا ساير حتى في الجامعة إن شاء الله أنك تفلح فيها هنا يا ساير الله يسهل هاي يا ساير تركي صف ثاني متوسط حلو لكن يا الربع خلوه يركز بس عشان يجاوب محمد منصور لبيت في منها آمر حط وضع الطيران محمد منصور والله ما قلت كلمة يا أبوه ابو فلاح امزح معك احترمك مثل ما احترم فقرتك والله يا ابو فلاح جعلني فداك سلم على الوالد تكفى يا ابو فلاح يا صل ساير كم الفرق في العمر بين اخوك تركي واخوك عبد الكريم يا ساير خذ نفس عميق ركز تركي وعبد الكريم هاي ساير ساير طلبه ابي انهي الاسئله وننهي الحلقه ان شاء الله بلقى ونخلص نبي نريح اعصابنا يمكن انا اكثر واحد توترت ساير ركز هاي ساير عمر تركي الظاهر 14 سنة أما خاب ظني إذا الفرق بين تركي وكريم 16 سنة إجابة نهائية يا وش الإجابة وش الإجابة بس تركي لا يكون أنت حط لا يكون حط عمرك 15 صار شايب بتركي الإجابة الإجابة وش يا ساير ترى ما ركزت فيها تركي المفروض أن عمره 14 سنة أبي الإجابة أنا أعطني الإجابة وعمر كريم 30 طيب أعطني إجابة الفرق 16 سنة إجابة نهائية اعتمدها يا ساير عدل بدل الله طال عمرك نسهلها سهلة الله فوق كل جت أم جت أمي ما هي برايحة إن شاء الله إلا البيتها لكن أبا أشوفها إن شاء الله ساير رح يا محمد خلاص
طيب سائر اسمع اسمع السؤال هذا بعلمك اجابته عقب ما نخلص الاسئله وبعطيك السؤالين شوف يا تركي ما اللي بقت اسمعني اسمعني اطلع اهالي تكفى وانا ما شفتهم طيب اسمع اسمع انا بعطيك سؤال ترى ما انا في وجهك تكفى لا تحط شيء في وجهي لو انها في وجهي لا تكون خطا اسمع يا سائر لو انها علي انا خليتك تشوفهم هذه مسابقه وتعرف النظام لو ان لزومك عندي انا شخصيا كان ابشر والله بساعتك يلا روح عطل بسألك سؤال طيب انت ليه تفاعلت خذيت الفال الشين على طول خذ الفال زين يلا هبد ابتسم يا سعيد اي بس بعد بوسه بعد ها كم يبلغ عمر بدر ابن اخوك عبد المجيد ها كم يبلغ عمر بدر ابن اخوك عبد المجيد ابن اخوي عبد المجيد ايه بدر بدر كم عمره السؤال ما واضح لي ليه ما عندك اخو اسمه عبد المجيد شلون ما عندك اخو اسمه عبد المجيد اخو اخوك إيه؟ لا ما هو اخوي اسمه عبد المجيد ولد اخوك اسمه عبد المجيد زحلط السؤال هذا كله لا 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 اسف هل اخطيت به انت روحه ماني شغل اسمعني قلت اخوي سائر انا طالب تغييره محمد ما هو غلط طيب تم 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 كم عمر اخوك بدر ها اخوك بدر بدر اسال الله ان يشفيه اول شيء امين يشفيه ويقومه بالسلام يقومه بالسلام ويخليه لعياله كم عمر اخوك بدر اقرب اخوانك هو بدر لك يا سائر ها هو اكبر اخوانك لا اكبر منه بندر الله يخليه يوفقك امين طيب كم عمر بدر اصغر من بندر كم عمر بدر اخوك يا سعد 38 سنه طيب ساير اللي خلى 42 ساير آه. انا اريد وانت تريد الله يفعل ما يريد والله يفعل ما يريد اجابه صحيحه يا ساير وروح شوف عليك يا ساير نبيل روح شوف عليك مبروك يا ساير ضحكاتنا الدوم حبايب دوم ونبقى دوم وأحبك يا بعد الكون مرحبا لك مرحبا لك حبيب يا زول وما في داخلي نعم يا زول يا قلب مبروك 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 يا زول يا زول زاير يا زول الحمد لله زاير يا زول الحمد لله كفو بنار طلعت كافور ما شاء الله ايش اخبارك كيف الحال البركه البركه والله ساير خبر نجي سوا سولف يلا نجيب
بشوف امي يلا. عزوز شلونك؟ عساك طيب. شلون ابوك يا عزوز؟ كيف الحال؟ الومك عساك طيب. حبيبي يا عزوز. وسلم عليك. الله يسلمك. نبيكم عاد تمرون ان شاء الله كلكم. خلاص حالك. يهمكم الوزن هذا. جيناه قبل ما يحتاج، جيناه قبل البرنامج. والله. ايه رحنا انا وياه. يا الله سلامك الله يسلمك. والله ان الساعة مباركة بعد اللي كنا سلمنا عليكم. وان شاء الله انكم كلكم تجون الصبر ان شاء الله. الله يسلمك. هذا شوف امي يا اخي. ما قلت ما قلت لحد يجيك. انت ما قلت لا يجي. احنا نسمع كلامك. قالوا اثنين موجودين. احنا نسمع كلامك شو نسوي عاد؟ ارحب. وين تركي؟ لا هذا عاد تركي عهدة عهدة تركي مره ما نقدر عرفت؟ يكفي اخذت سايب. اهلا وسهلا. الله حيه يعطيك العافيه. شو اخبارك؟ كيف الحال؟ الله حيه. شلونك؟ شو الابداع هذا حركاته؟ شو اخبارك؟ كيف الحال؟ الله حيه يعطيك العافيه. شلونك؟ شو اخبارك؟ كيف الحال؟ والله بشرك. سمت سمت. خطفناه وشلحناه. منو تركي؟ ما اقدر اجل اعطوني سائر خذ تركي عرفت؟ الله يسعدك الله يبقيك فاهمك شو اخبارك؟ يعطيك العافيه الله يبقيك شلونك؟ يلا حيا شو اخبارك؟ الله يسعدك منو سائر؟ من حبك دقك يحبكم هو عرفت؟ والله تمام يلا حيا شو اخباركم؟ شلونكم ها؟ 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 وين يا ابي؟ تكفى يا سائر تعال ها؟ ابى اشوف نروح لمحمد العيال ها اسمع وين تبي ها يلا تركي عزول والله كفو بنهار اسمع يا عمري امي تكفى بعد عيني ونور القلب حسني من حرم منه ملك عقلي وملك روحي وما في داخلي اسمع من وجهك واضح انك راعي مشاكل صح؟ انا سويت اعلان ذا وكلمنا تطلع حسني من حرم منه ملك عقلي ملك روحي وما في داخلي احبه وارتجي واجل طامعا فرضا عسى الله لا يفرقنا ويخليني انا وياه عسى ما يوم نتفرق كيفكم؟ اللي تبغى هو هذا ها؟ خلاص سبت كلام ليه ما مشيت سولف هناك داخل يلا يلا علي شوف بدال هو بيرجع عشان بيجلس عساك بيرجع عندكم اخوي شوف امه بيرجع لنا ان شاء الله مدد ها؟ امه مدد احس انه مع سائر ما راح ياخذها لكن خذها الحمد لله اسمع اسمع ايه اروح عند اخواني ثاني تروح عند اخوك سائر ها خلنا اروح يلا تركي خلص ان شاء الله ها سم قل بدر بنادر امي مو موجود مو موجود مين موجود ما جبنا حسبنا امي خافت انا يمكن مين موجود ها مين موجود يا ابن احنا خفنا امي خافت شفت ان سائر ما راح يجيبها ايه طيب الحين ما انتم بس انتم اخوان جيتوا ايه بس ايه خلاص خلاص وصل سلامي ايه لامك قولي بدر بنادر قولها بدر بنادر والله يوميا اقسم الله انا تسهر ايه تسهر على الشاشه ايه والله انا تشوفكم وتشوف كل عمايلكم اللي مع ساير اللي تبيض الوجه ايه وتبيض وجهه يا بعد قلبي شفت اقسم الله العظيم اني شفت اقسم الله نظافه وما ايه تستحقون الخصم من عند ابو كاتب البث هنا البث هنا بالله شوي شو العلوم؟ ترك عاد انت مدمن شاورما انا انتظر يقول شاورما عطى بنار عليك لا لا الله يبقيك يا صقري يا رحب والله تعال يا صقري خلينا نجلس تعال وين تبي نجلس؟ هنا ضيعه ضيعه ابد امشي والله ثلاثة سرة ثلاثة سرة بالله عليك كفو بنار ثلاثة سرة اللي غيروني بس والله ما شاء الله نحفان شوف انت
يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا والله اني استانسنا قسما بالله ان كانوا مهنا اللي جو والله العظيم يا والله خايف متوتر من الله بسيط من الله بسيط استريحوا استريحوا مرحبا ومسح الله يا حقين الضيافة يا ضيافة سلطان سلطان ما توقع انك تجاوب صح اسمع هيثم ترى سألونا اسئله يا رجل شيب تدري ولا لا سألوك هم ايه بس تخبر اللي ما ادري انا ما ادري كيف يدري يا اخوي فهمت انت الوضع قبل لا يمشي الله يبقيك وشلونك يا مرحبا وسهلا يلا حيهم كيف الحال يا مرحبا وش حالك طيب بس السؤال جاوبك صراحه جاوبك صراحة اعتبرني فقرة زياد شهري عرف فقرة زياد شهري اللي نام فيها ساير هذا أخوي اسمع هذا أخوي محمد يا مرحب هذا أخوي محمد أرحب أرحب يا أبو نهار هذا ماجد هذا ولد أختي ماجد خاله ساير طبعا محمد خيال ورجل البيت الآن ولك صوبك ريب الله يجزاك خير كيف الحال هذا ولد أختي ولد غالية تعال يا ماجد يلا حي ماجد ماجد يا ماجد المايك حقك طافي يلا حي اخبارك يلا حي حبيبي مايك شغال شو تساير طيبين معلوم يا بعد راسي الله يليه ادري شغال طافي عندك والله مكانك والله مكانك بعد راسي الله يليه مرحبا نقدم لكم الشيء الله يسعدك اللي مثلكم عذار انتم خابرين ابو نهار انتم خابرين كل شيء واللي مثلك عذار الله يسعدك شغال الله في سؤال يا ربع خلونا نواحد المجلس وبسأل تركي سؤال لازم يجاوب عليه سام تفضل إذا جاوبت عليه السؤال إذا جاوب عليه لا هدية من أي المحلات دي الله يبيض وجهك خلاص يلا السؤال يا تركي إذا صوت طبعا أنت تشجع أخوك صح؟ هذا شيء أكيد وأشجع بعد المسؤولين كلهم أصبر لا ما أصبر يا أخوي ولا ما يا أصبر طيب أنا محمد منصور محمد منصور أنت يا أخوي ليش تقاطع تركي ليش تقاطع تركي يا أخي ليش أقول هذا فرصة تقول له طيب ليه محمد منصور ليه تقاطع ليه طبعا عليك كذا محمد رجال هذا ولد أختي ماجد أخوي تركي سام الله الورقاني هذا عشان يكون سؤال محرج ما سلمت الله يسلم عليك اللي مدري تراك ما نشوف اي والله الله يسلمك اخبارك الله حي يعطيك العافيه نعم الحمد لله الله يجزاك البس 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 يا مرحبا يا مرحبا البس البس راحت علينا حبيبي سلم ده كلام بغيت انا اغزي عليكم الحين السؤال التركي بحرجك لازم تجاوب ان شاء الله خلاص منصور خلني اجلس جنبك لا اي تعال 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 ترك اجلس جنبك عزوز تعال عزوز تعال 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 دقيقه اصبر محمد في سؤال بساله تركي الحين يا تركي اذا قلنا ان ساير طلع من البرنامج لا سمح الله لا مرحبا لا لا سمح كفو لا سمح الله افتراض لا سمح الله افتراض من بتصوت له بعد ساير خلوه يتكلم واحد المجلس والمنشد نص اسماءكم والله ما اعرف لكن اقسم بالله كله فيكم او غير اعرفك انت لبك انت اعرف منشد عيب وش لا انا تحديد اسمي لا ابو زيد ما تعرفه صح اول مره يجي ابو زيد ما غنيت حبيبي يا تركي لبى قلبك ها لا 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 تحرج والله ما في فرق بين ما في فرق ما في فرق يقول ما في فرق ها عرف كنت انت اللي انا طلعت الحمد لله ابراهيم ابراهيم من حمد حافي قال اني طلع ابراهيم اشتهر بالبراهيم تركي الحين قلنا طلع ذاك هذاك الطويل ذاك من بتشجع بعد ساير قل انت احمد ساير ذاك رفيع جسمي احمد ساير قل احمد ساير يا الله احمد ساير حمد بتشجع يقول بشجع احمد الجابر الرجال هذا شجعني انا يقول تصريح التركي يقول اذا طلع ساير
بيشجع احمد السالم ويا رب يمزح 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 انا وراك يا عيال مدام خسارة هذا خسارة والله يقول الصدق قال بتقول احمد السالم قال محمد السالم شباب شباب بصور هديه مقدمه ورده ساير من كرديال قصر الاواني الله يسعدك قصر الاواني قصر الاواني قصر الاواني وكرديال شكرا يا ابو عادل شكرا شكرا يا والله عطونا العلوم اللي برا عطونا العلوم اللي برا تغير واحد المجلس يا شباب قولوا يا اذكروا الله يا ريجي خلنا نسمع علوم الربع قولوا لا اله الا الله واذكروا الله وصلوا على النبي قولوا لا اله الا الله اليوم صار علينا فيلم بغينا حتى ان ما نجي لساير ليه امس انت اخر البث قلت انك بتجهز اغراضك على انك طالع صح وهو كذلك لكن قالوا لي بكره هو اليوم ايه الحمد لله ايه ذوق لا قهلا لا ولكن ترى ما بغينا نجي اليوم والله. والله اليوم من العصر قلبي قارصني صراحه قلت لهم بطلع الله يحييك سلطان قلت لهم بطلع انا جيت وقلت له ترى شكيت انا النسائي جاني تحت برا الهواء قال لي محمد الصادق والله قال انا قايل لهم لا يجون بعد ينام قبل لا يدخل يوم يناديه محمد فلاح كان منهار ما يبغى يطلع لكن بعد السين طلع الحمد لله شاور خلف الكاميرا احنا قاعدين انا ضربت الهواء والشرط وزي كذا الشرط نابر قال لي تركي كريم عزوز امشوا لا 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 ما قال في كذا على طول مش الحقون الاعداد هذا ولا ذوق هلا والله هذا تركي خو سايد شكرا لك ليش انت سايد لا ترى سايد لا هذا الوالد او تركي الوالد تخلاني تستاهل تعطيل هذه لامك يا ماجد صوت اقول لك الحمد لله ان جينا وقابلنا هالجهه الغانمه طال عمركم اي والله الله يسعدكم ويجعل جمعتكم ان شاء الله دايم موجوده يا مرحبا وقلناها قبل شوي مدري سمعتونا لا اهم شيء المعنويه الواحد كل يوم يجدد معنويته انسى امس ولا افكر لا في بكره ولا اللي هو أم. افكر بيومي عيشوا يوم سمع والله بس شفت من عند العلا تسكت سم تسكت لا بس يمكن يشوفونا زملائنا اول في العسكريه يقولون لا لا تعسكر ها كريم اسمع يلا حي زين شغل معك صقري وخذك خصم والله لو انه ضعيف بقول قوي انا لا بالعكس ابو نهار ضعيف ضعيف نحيف 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 لا ضعيف اقصد انه والله سريع انا انهيت الشهر السنه كو اعلنت البصاله انا اقول ادخل الصدق خل اسهم الخير الحين الخير شوي احسن هذا اخوي محمد هذا اخوي محمد لا ابو زيد ترى ما شعب من كذا هذا اخوي محمد من امي وابوي ونعم طبعا هذا من امي وابوي اخوي كريم من عليكم زول ما عليكم زول انا اقول ضعيف اقصد ولد احنا في الكويت عندنا نقول الحيبه ضعيف لا 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 بالعكس معروف ما يحتاج عبد العزيز ولد بدر ولد اخوي ها عبد العزيز من طقرك العصبه الصقري لا والله مو انا ونعم هذا تركي يا ترى نقول هذا محمد اخوي حجب شنيبي اخوي تاج راسي والله يطول عمرك سحبني من الغرفه قبل شوي قال حد اعصابك وادخل خلي تركي كان يقرا اخر شيء وهو مرتبك يبكي يقرا هو قلت الحين انت ما تفهم شيء الحق على البقره لا خلني لين اي والله تركي عندنا كلك تفاجئين نقرا بينكم ان شاء الله تطلع اي والله يوفقكم جميعا لا تركي تركي سمعنا شيء تركي خلاص ايه ايش تحفظه اللي قبل شوي اللي قبل شوي اللي قبل شوي ايش اللي قلت حي بس يعني بدك لا لا قبل شوي والله حلو سمعني اياه على راحتك الحين ما في توتر ولا شيء عزيز صوتك حلو ايش ما يعني اسلم يلا واحد بس يلا والله والله واحد انا لكم كلكم والله عليه بسم الله يعني بدك يا قوي انا مشتاق والله مشتاق
محتاج محتاج انا اشوفك ولا ساعه وانا مشتاق والله مشتاق محتاج انا اشوفك ولو كان ساعه يا منصور انا مشتاق والله مشتاق محتاج انا اشوفك ولو كان ساعه شفت اخوك ولا ما جبته؟ ها؟ شفت اخوك؟ حيذا العيب تركي خطك في زد 10 ان شاء الله حياتك 10 حياتك 10 سائل امين اسمع شنو شعورك الحين واخوانك والله شعوري لا يوصف اسال الله ان يرزق الجميع سعادتي اللي انا داخليا يا عمو يرزق امين لكن تمنيت دامي جاوبت ان امي وامي واختي موجودين ام ماجد اللي يجح بلدنا مو موجوده ام ماجد موجوده ما لقيت كثير السلام جو اثنين محمد يا مرحبا ابو كلنا هذا اسمه ذا الذيب ذا ماجد ماجد سمع شيء ماجد اللي تحت لا والله اي شيء حاضر اي شيء جاب الخاطر لا والله ما نحاول اي شيء حاضر اي شيء قصيدة ذي اللي جنبك باقي ذا اوه بيسمعنا قد سمعنا يحمي يحمي عاد محمد منصور عنده ينشد مشجعها انا انشد انت ما تنشد سمعنا ليش خلصناك طب لا لا تبين اجريك امسك لا تسمع عراك فهد عراك اسمع نبي نبي نسمع عاد يلا ساعتين بيقعد يلا اي والله في قصيده ترفيهيه بما اننا مقبلين على الصيف الحين وموسم الضبان اها احنا بنبدل بين رجع رجع ساير من داخلك تعيش في داهر كلنا بعد ساير لا صباح من يطبخ لنا بعدين الصبح فطور والظهر غدا انا اقول الحين انتم الحين كيف بتخلونا يرجع يواصل ركوب الخيل المشكله ما عليك عندي العشاء يعشينا مرتين يا كريم تستاهلون يا كريم سام الرجال سام الله عدوك تراه نحف شوي وفي بعض الشباب زادوا صارت الايه من عكس ورجال ما شاء الله تبارك الله من ثلاثه ابو زيد ابو زيد ابو زيد عنده انا بقلب انا قلبي سلمت عليك سلمت عليك قال لك يا والله خلصت بلبي طرف تروك اسوي من زمان من زمان قاعد اقول للساير ابى اشوف تروك اليوم شفته حبيبي وطلبك غالي والحين اقولها ترحيبيه لكم واقول يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا حني قلبي على جمعة الخير هلا حني قلبي على جمعة الخير هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا حني قلبي على جمعة الخير هلا حني قلبي على جمعة الخير هلا وطير السعد يا بالي يلبس ما تعالي وطير السعد يا بالي يلبس ما تعالي مرحبا يا هلا فيكم انتم منا واحنا فيكم بالمحبة نحييكم يا هلا يا هلا مرحبا يا هلا فيكم انتم منا احنا فيكم بالمحبة نحييكم يا هلا يا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا حني قلبي على جمعة الخير هلا حني قلبي على جمعة الخير هلا حني قلبي على جمعة الخير هلا هذا كزوعي لعيونك تروك كزوعي سريع ترى لعيون تروك حبيبي استاذ بقلبه عيون الجميع انا اقول لك في ساير من اقل الساير ميديوم هذا ساير سمعنا يلا سلطان سلطان سمعنا ايه موال موال المرشد الثاني الرائع اقول المرشد الثاني الرائع الله يا رجل جعلني مقلقل يا رجل موال من هنا ها الله يرضى عليك مذكر الله يا عرب لا اله الا الله قولوا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يلا الله يفتحك يا بعد الحركه القزوعي محمد يلا
من يا هلا ويا هلا رحت له اسلم اسلم نبي نشغل بعد سيره ابو زيد بعد لو بقلوب اي والله اتمنى اتمنى والله اني شابعها اليومين في الاسطبل لا 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 ندلس المواضيع يلا يا شباب يلا طلعوا ابو كاتب يقسم علينا لا رايد رايد قلنا رايد ها خلني اسكت 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 اقوم اروح 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 ها حايل بسرعه يا سلطان حايل الديار يا امطار امس ما شاء الله ياهو تحيا بكم كل ارض تنزلون بها تحيا بكم كل ارض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطار وتشتهي العين من العين ما تصدق خبر جوه السائل جوه السائل يلا ورا بعض عيال ورا بعض والله ما تصير بسرعه يا صدقان الرخاء جعلهم فدوة عزيزين الجناب لا علوم ولا سلوم ولا سخاء روحيهم يا مراويح السحاب جعل ما يطون صدقان الرغى جعلهم بدوة عزيزين الجنب لا علم ولا سلم ولا سخاء روحيهم يا مراويح السحاب جعل ما يطون صدقان الرغى جعلهم بدوة عزيزين الجنب لا علم ولا سلم ولا سخاء روحهم يا مرايس هذه الساعة وصلها لها زين طبعا ما يمكن أحمد أسهل بشيء خلنا أخذ علومكم الله يسعدك مستعد شعوره امس يا ابو قبل امس اي يا مسايد شفتوا سايد طاح على وجهه شفتوا سايد طاح يا ابو ياس طاح ترى ما يقدر يدخل معذور لا ما طاقت غلط اسمع انا كنت بسوي ضغط 10 مرات اقسم بالله تمرين كويس اي ما شاء الله انت بعدنا من وقت الله يوفقك ان شاء الله وياك ان شاء الله الله يبقيك يا كلام اقسم بالله العظيم والله ابشرك والله ابشرك زي ما هي احلى شوي في شيء تغير ها بريال ولا امطار وخير الحمد لله بس هذا اللي راح اركب الخيل هلاليين يا فارس فخيال شفت ياسر قحطاني تبدا يوم صور المقطع بس تركي مشكله اني احب ياسر بس ما احب ما يحب الكوره ساير يوم اتكلم انا المقطع طلع ساير ورا يقول كذا تركي ايه بلاء في المقطع حق ياسر قحطاني ساير كان جالس ورا مع العيال يقول وانا سولف فيحسب ساير ترى كان يقول انا ما احب الكوره ساير ما يحب الكوره جلالو ساير جلالو هلا ابوي هلا يما هلا امي يا جنبي حبيبي هلا قلبي هلا بس حبيبي طول عمرك خليه يربي عمري انت يا بعد حي الله يطول عمرك الله يخليك طلبك يا قلبي ما بيحرق قلبك يا عيني حبيبي بديت راشد الله يطول عمرك ما ادري بك انا ما بدي احرق قلبك عمري انت انا اسمي ان شاء الله طالع انا لبيت اطلبك يا روح
بدأت راسك الله لا يحرمك يا لبيك. والله ما خلي طلبك يصير تنسين كلمتك واحدة عندي. الله يعزك الله يعزك الله يعزك. أنا إن شاء أنا إن شاء الله وأتمنى لك التوفيق وأتمنى لك إن شاء الله أكبر وأكبر. الله يحييك هالصوت الله لا يحرمني منك حبيبي أنت. أنا إن شاء الله هذا المستاذ من الإدارة إني أطلع اليوم لك. سلم عليها. وإن شاء الله إني أجي. سلم عليها. ويسلمون عليك الشباب. سلمون عليك الشباب كلهم. كلهم يا أبويا. الله يوفقك الله يخليك جمة. وما ودي والله إن ها. ودعوات شو اسمه تركي بالنجاح. الله يحفظك الشباب الكبير. الله يخليك لي. امين امين. الله يحرمني منك يا ابوي. خذيت راس السمو والله انا شفته وكاني شايفه. والله ابوي ما بغيت اروح بس قلت لا انا ما خليك يا قلبي يا قلبي الله يسلمك. انا والله داري. ما بين كسر خاطر. انا والله داري قلت ما مستحيل. اصلا مستحيل بس عاد قلت يلا جت. بيض الله وجهك. بس والله بس والله يوم سمعت صوتك كاني شفتك. وكل ما اشوفك افرح وكل ما اشوف معنوياتك اكيف. عمري يا الصوت الله لا يحرمك. لب راسك يمه. وكل الامهات تشجعك وقلبي يشجعك وعقلي يشجعك. والليل ما نام وادعي لك يا قلبي انت الله لا يحرمني من هالصوت. ترى شوي سلطان يا ابني بدا. والله يوفقك يا عمري. تاج راسي تاج راسي تاج راسي يمه. حبيبي اعطيك شيء واحد انك ليش شفت الجني هذا لا ترد عليه. الشبح يا مساير. اه مساير ابوي مساس الله بالخير يا الغاليه. مسا النور يا ميت مرحبا باخوان ساير. اولاد اسم محمد بن منصور. يا ميت مرحبا يا ابوي لبان لب قلبك. قولي ساير لا يسوي مثلي. توفيق يا ابوي اتمنى لكم توفقون كلكم ان شاء الله. امين. انت بسمعت لا تسوي مثلي. المهم يمه لا اسمع الشبح هذا توب هذا سكري. بس معليش هو عنده مغريات. الله يوفقك يا ابو. عنده مغريات محمد منصور ما عنده مغريات. الله يوفقهم كلهم يا ابوي. والله حي ان انبسطنا ما نشوفهم حطهم حواليك وتصبرهم اكيد. يا لبه والله يا زايد يا عمري انت يا عمري لما نشوفك تقعد تفطرهم الله انبسط مكيف. اخواني شلون يا مزاير لا براسك يا مزاير ابوي جعل نبدأ الصوت اول شيء حياك الله وجعل عمرك طويل ان شاء الله. والله العظيم مزاير مشرفكم ومجملكم وخينا كلكم عيالي والله بس تطلعون كلكم عندي تجو. جعل نبداك على خشم جعل نبداك. اي والله الله يحييك وافطركم واقعد معاكم. لبى قلبك يا مساير مساير يا بعد قلبك. الله يمسيش بالخير يمه كيف حالك؟ هلا يا امي انا اقول ساير لا تحاتينا معليش احنا اللي نحاتيه هو ما شاء الله عليه يريقنا ويغدينا ويعشينا. لب راسك يا هذا خوفكم يا عمري انت والله اني انبسط يا ولادي لما تجوا يفطركم يا مساير فطرنا كل صبح يا مساير. هلا الله يمسيك بالخير. هلا سلطان القحطاني ما شلونك طيبه. الله يرضى عليكم ويحفظكم ويمد بعمركم. الله نفداس يا خاله منعينا من عقال ساير. يا بعد روحي ويعلم خصومات تنشال عنكم. يعلم خصومات تنشال عنكم ان شاء الله. امين يا رب. هذه امي ترسل رساله تقول يا رب تشيلها منكم يا رب. اولهم الدكتور هاني خصم المحسن تجمع كلمة ان شاء الله نشيله ان شاء الله. اتصل عليها اليوم وقول له سلح ان شاء الله. ويسعدكم ويعزكم يا رب. فديت والله الصوت يمه. اختم معها اختم. يسعدك يا ابوي يمه حبيبتي يمه يا قلبي. الله ابوي انا ما ابغى اطول عليك. انا ان شاء الله اني بجيس الليله او ان شاء الله الصبح اكون عندك. لان ضروري اقوم الصبح اروح اخلص شغل. يا بعد كل ملين. يلا انتبه لنفسك لا تقفل الباب. يخليك لي يطول عمرك يا ابوي. اقول يما لا تقفل لنا الباب تقولي ما هو بجاي. نط من فوق الباب. يلا مع السلامه. مع السلامه يما. الله يحفظها ويرزقك امي ان شاء الله. امي احيانا
تقول لي تقول شوف تجي الساعه 12 ولا جيت قفل الباب كلام برا لا تدخل مره ومعي مفتاح انا افتح وادخل بس تتعب الله يهديك بالله يا امين بالله يوم دخل ساير على محمد فلاح محمد فلاح جاهر ارتباك من ده قال هذا مش فيه جايب له والله ان محمد فلاح توتر احس انه قال كلام جودي احس انه كلام المخرج قال اسمع هذا يدخل يشوف هلا اليوم غصب عشان في سهل نسل عليه كلام خالد بخطا بس طبعا خطا الاسود ايش بخطا طبعا طبعا محمد اخوي ما سولف من اليوم ساكت اي محمد طبعا هو طالب في التقنيه ما شاء الله كان وان شاء الله ان الله احياه بيكمل ان شاء الله ماجستير بطلعه برا ان شاء الله محمد قده ان شاء الله قده وقدود محمد قده والله انا متفائل فيه والله ونعم كلكم والله اشترتم ما عليك سود والله يا ابن دقه ان شاء الله بس ها نجحت القط لا الحمد لله يا اخوانا في احد عنده شيء نهدي الربع اعطونا من الشيء احنا نبي نختم جلستنا مع شيرة ابو زيده ولا ابو منصور ابو صقري ابو صقري مصقر يمين مشتاق لك انا نخدم جلستي انا واخواني مشتاق لك الغض العين احمد السالم صقري كلها مشتاق الغض العين احمد السالم سمعني قبل هذا مش بدري يا مطلوب اي شيء طالب لان الاداره قالوا لي نص ساعه بعدها ترى بنقفل قلت بسرعه يلا ابو سالم ترى انا من اشد المعجبين بصوتك ما شاء الله ابو سالم ترى قوه الثاني ما شاء الله تبارك الله قوه الثاني انا وياه بواحد امس بالليل جبت انت الجنو اي نعم امس جبت لحن حلو صراحه وش اللي تسمعها كرديال اللي جبته مع الشيف او حاجه كذا حبيبي اسلم يقول تباهي يا بلادي بالخضر اللي يشوق العين تباهي لا يرد تعان سما ضعيف ومبالي تباهي لنا لا والله وش اللي جاب كلمة لين تباهي يا سعادتنا غري وانظر شيابي تباهي جعل عيد تمهن يا لين يوم الدين تباهي وانت يا اول حرف يكتب داخل احتابي تباهي يا بلادي بالخضر اللي يشوق العين تباهي لا يرد تعان سما تضعيف وانبالي تباهي جعل عيد تمن هنا يا لين يوم الدين تباهي وانت يا اول حرف اكتب داخل كتابي تباهي وانت يا اول حرف اكتب داخل كتابي ومن القلب في ديا من سواضي من رجليا حلق برد بك بادي الله يسقيك يا ساير شب نار وزعفاني يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 الله ينصرك يا ساير شب نار وزعفاني ومن البرد في يديا من سواضي من حلق برد باك بادي الله ينصرك يا ساير شف نار وزفاني يا لا 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 يا لا 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 شف نار وزفاني طيب ينصرك يا ساير شف نار وزفاني ومن البرد في يديا من سواضي من رجليا حلق برد باك بادي الله ينصرك يا تركي شب نار ودفاني الله ينصرك يا تركي شب نار ودفاني الله ينصرك يا ماجد شب نار ودفاني والله ينصرك يا ماجد شب نار ودفاني والله ينصرك يا محمد شب نار ودفاني الله ينصرك يا كريم شب نار ودفاني الله ينصرك يا مسايش 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 الله ينصرك يا مس
علي الصوت علي الصوت علي الصوت علي الصوت ايوه يلا ساير تعال فريق يلا خليك تركي يلا يلا جميلة 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 نسمتنا عليلة 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 ومحلاها الليالي ليالي ليالي أخذتني من على لي على لي على لي وهب الأرز هبة على طار المحبة على فرحة وناسة وشباب وحماسة وهب الأرز هبة على طار المحبة على فرحة وناسة شباب وحماسة حماسة حماسة بصيف في بلدنا 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 ولا ينقص عددنا 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 شمالية وجنوبية وشرقية وغربية بلادي فيها لصيف عيش الكيف وكيف شمالية وجنوبية وشرقية وغربية بلادي فيها لصيف عيش الكيف وكيف عيش الكيف وكيف سعدنا وهنانا هنانا هنانا وجل اليوم ابو زيد سلمنا الله وتكفي ضحكة اصحابي وصلينا على الهادي وجانا اليوم ابو زيد تغنى اللحن والشادي وتكفي ضحكة اصحابي وصلينا على الهادي وصلينا على الهادي وصلينا على الهادي الله لف قلبك والله هذا يا شباب اللي ودي ان الاداره يخلونا معاكم اول شيء يا شباب من الجو كذا كان مسجل معكم اول شيء يا شباب 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 ما يتكلم اول شيء لازم لا شوف انتم بتقدرون يعني تقدرون انكم ما تبنون الوجه انتم بيدكم والله حاولنا بس لا 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 محسن تغير محسن الله يسعد الله يسعدك الله يسعدكم جميعا انا والله اني سعيد اني شفتكم اول شيء اخواني والله قسم بالله شعور لا يوصف ودي اسجد سجود شكر لله بدون الا الا والله الا والله ساير ساير لا ساير اي لا سجود عالي الحمد لله ايوه الحمد لله ترى في ناس خلوا يا خلوا شكر لله الله ان شاء الله ساير بحشاشه الصقري بعد يلا الله نار عشت بهالمناسبة قلبك بهالمناسبة بنطلع إدارة دجاج سير تصبح لنا كبسة اليوم الله والله سير يلا وين شارب دقيقة في سير بيسوي حركة الحين لا تكفى لا دوبي نظيف دوبي نظيف تكفى بمناسبة الجوية تهلك بمناسبة الجوية تهلك تكفى 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 أبي شغل شيخ الصقري نختم نودع كريم ومحمد ان شاء الله يشغلونه طيب ترى عمك خالد نجيب اغراض ما غطنا العقال يا اخوك حبيبي تركي ما حطنا تركي الله يجزاك 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 الله
القلب دونك ما يتهنى من غبتك يا بني حالي مشتاق لك واحتوي طاريك والقلب من لحفته يبغيك يلي سجايا العذوبة فيك تعال وانشد عن أحوالي مشتاق لك يا غاضي عيني مشتاق لك باقي سنيني حبك سكن يا الغلا فيني دايم طيوفك تهيالي واسمر الليل بطيوفك وضيع في رعة صوفك لبه لبه يا شوفك مرحب سجاياك احلالي الوصل ما لاحت بروقه والقلب في جرحة شوقه وين انت ما تروي عروقه وين انت لا تقطع وصالي اشتاق لك يا الغاضي عيني تشتاق لك باقي سنيني حبك سكن يا الغلا فيني دايم طيوفك تهيالي لا تقطع الوصل ويامه القلب يشكي من احيامه شد الهنا فيه بخيامه يوم انقطع منك همالي قربك هنا القلب وافراحه وانت الدوا وبلسم جراحه يا منتهى الحب والراحه في عيني وقلبي الغالي في عيني وقلبي الغالي اشتاق لك يا الغاضي عيني اشتاق لك باقي سنيني حبك سكن يا الغالي فيني دايم طيوفك تهيالي انت الغالي والهنا كله وانت اللي بالقلب تحتله قلب على سجتك مله ما هو بفي غبتك سالي الهم فيني من اسبابك والشوق من سبة غيابك يا ليت من غيابك جابك قد كان ذا القلب متشالي ما ارهبك يا الغلا ومقساك غرقان بك وجه له مرساك لا هو بنا اللي قدرت انساك لا هو بوصلك رحم حالي اشتاق لك يا الغاضي عيني اشتاق لك باقي سنيني حبك سكن يا الغلا فيني دايم طيوفك تهيالي